تركيزا عالي على النظرة على التقدم على عدي نجراي يتقدم بلانتي لنادي معيبر جول 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 جول. يأتي الهدف الأول لكحيلان معيذر بأقدام على الدين أجراي من علامة الجزاء بقوة على الدين لم يترك الفرصة لمامي جاب. 1-0 في 20 دقيقة أولى من عمر هذه المباراة بهذه الكيفية. بوم قوية جدا كانت من على الدين رغم متابعة مامي جاب. خرج الكرة وما زالت الخطورة وانطلاقة من جانب علي عبد الكريم. التوزيعة والتدخل من نبديل وجستيس وما زالت الفرصة مستمرة وكرة التعادل كرة التعادل فرصة خطيرة. جول جول يا الله على هذه الإثارة على هذه العودة على هذه الضربة. نعم يا عبد الرحمن ساسي 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 يأتي بالنبأ السعيد يأتي بالخبر السار هدف التعادل لنادي البداع في الدقائق الأخيرة ترجم للسيطرة. هذه الكرة هذه 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 الكرة لا وجود لتسلل كرة مرفوعة ملعوبة خطأ من الدفاع جستيس التحذير التهيئ وكرة من عبد الرحمن يلف ويدور ويحطها في الشبكة. يا الله علامة الجزاء نبيل الزهر من سيسعد للدورة النهائية يوم 29 مارس أذار. كرة من نبيل الزهر يتقدم نبيل 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 والهدف الأول. ركلة الجزاء الأولى ناجحة لنادي معيذر. 1-0 في انتظار ركلة الجزاء الأولى لنادي البدع. ينجح نبيل الزهر بثقة كبيرة. نبيل يضع الكرة على يمين الحارس مامي جاب. الآن أكرم الحمداوي أكرم الحمداوي أمام مؤيد شنان. ركلة الجزاء الترجيحية الأولى لنادي البدع بعد نجاح نبيل الزهر. أذكر في المباراة الثانية التعادل بهدفين لهدفين بين الشحانية والخليتيات والآن ركلة الترجيح كذلك. إلى حد الآن لم نتعرف على من تأهل للدور النهائي. كرة من أكرم الحمداوي ركلة الجزاء لنادي البدع. حمداوي هدف التعادل 1-1. أكرم الحمداوي ينجح في تسجيل ركلة الجزاء الأولى لنادي البدع. يتواصل التشويق تتواصل الإثارة. الحمداوي ممتازة جدا يضع الكرة صعبة كانت على مؤيد شنان على الدين أجراي صاحب الهدف الأول في المباراة. على الدين أجراي المغرب الأول نجح نبيل الزهر في التسجيل. أجراي سجل أثناء المباراة الركلة الترجيحية الثانية لنادي معيذر أمام مامي جاب على الدين أجراي. أجراي أو مامي جاب قوية يا الله على الدين أجراي لم يترك أي فرصة أمام مامي جاب. قوة كبيرة في التسديد هكذا تسديد ركلات الجزاء أو لا. نعم على الدين أجراي رغم أنه مامي جاب تبعها. 2-1 2-1 لمعيذر أمام نادي البدع. وركلة الجزاء الرابعة في هذه السلسلة الأولى والثانية لنادي البدع. عبد الرحمن ساسي عبد الرحمن صاحب هدف التعادل سجل عليه أجراي وعدل عبد الرحمن على سدد الثانية نجح فيها. فهل يفعل بالمثل عبد الرحمن ساسي؟ ننتظر عبد الرحمن. التشويق متواصل لإثارة كبيرة. عبد الرحمن مؤيد شنان عبد الرحمن قوية من عبد الرحمن ينجح ساسي. عبد الرحمن 2-2 التعادل بعد ركلة الجزاء لكل فريق. تأهل نادي الشحنية للدور النهائي على حساب نادي الخليتيات بركلات الترجيح. من سيلاقي الشحنية البدع أم معيذر؟ ركلة الجزاء الثالثة لنادي معيذر والتنفيذ التنفيذ لعدل كريم نامديل نامديل وركلة الجزاء. مبروك للشحنية. لمن سنبارك للبدع أم لمعيذر؟ عبد الكريم نمديل مع مامي جاب
عبد الكريم نمديل نمديل عبد الكريم قوية. واضحة توصيات حارس مرمى ممتاز لنادي البداع، هذا ما ينفع معاه إلا القوة. بوم 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 عبد الكريم نمديل في وسط المرمى يسدد قوية 3-2 لنادي معيذن على مستوى ركلات الترجيح. الآن جاستيس ركلة الجزاء الثالثة لنادي البداع، 3 ركلات جزاء ناجحة لنادي معيذر. الركلة الثالثة لنادي البداع، جوستيس أمام مؤيد شنان، يتقدم جوستيس مؤيد شنان، جوستيس هدف التعادل في الركلة الثالثة، ناجحة كل ركلات الجزاء بامتياز كبير، دقة في التصويب وجودة عالية لكل المنفذين إلى حد الآن. آي آي آي، ما هذا التشويق، ما هذا الحماس، ما هذه الإثارة. تتواصل مشاهدينا متابعينا الكرام الكرة الآن، ركلة الجزاء وليد صالح، وليد الركلة الرابعة لنادي معيذر، وليد صالح مع مامي جاب، وليد يتصدى مامي جاب، الأخطبوط مامي جاب، الجدار المتين، أخطبوط البداع الرائع المبدع أمام وليد صالح. شوف مامي تبعها، مامي جاب كان ينتظر في وليد صالح أن يسدد على يمينه وارتماء من مامي جاب نمبر وان. هذا تسدى لثلاث ركلات جزاء في الدور النهائي الموسم الماضي من أصل 4 لنادي الخريتيات، 3-3 وركلة الجزاء الرابعة لنادي البداع من علي عبد الكريم. الشحنية في الانتظار، الشحنية في الفاينل، البداع أمام عيذر، علي عبد الكريم مع مؤيد شنان. البداع تاهل للدور النهائي الموسم الماضي على الوعب بركلات الجزاء، يحذقون جيدا مثل هذه الضربات. كرة من علي عبد الكريم، يتقدم، يسدد، يسجل، يعلن فرحة رابعة علي عبد الكريم. 4-3 لنادي البداع أمام نادي معيذر، كل الضربات ناجحة، كل الضربات بالعلامة الخضراء، كل الضربات بامتياز كبير، بدقة عالية، بجودة مثالية. علي عبد الكريم الآن مامي جاب يتصدى، خلاص البداع في النهائي في الفاينل، يسجل همام طارق. ننتظر الركلة الخامسة لنادي البداع، همام في حوار مع مامي جاب، الغول الوحش في مرمى البداع، همام أمام مامي جاب، همام طارق مع مامي جاب، انتظار، ترقب يسجل همام، ينجح همام. ركلة الجزاء الخامسة لنادي معيذر بالعلامة الخضراء، 4-4 لكن نادي معيذر سدد 5 ضربات وأخفق وليد صالح. الآن من سيسدد؟ وحش المرمى مامي جاب بين أقدامه، كرة النهائي، كرة الفاينل، مامي مع مؤيد شنان. من يعرف الحارس أكثر من الحارس؟ مؤيد شنان مع مامي جاب، إثارة وتشويق وللذكرى صورة ضربة الجزاء الأخيرة لنادي البداع. مامي جاب يتقدم، مامي يستعد، مامي جاب شنان، جاب مؤيد، مامي جاب، مامي شكلها قوية يا مامي، شكلها قوية هذه يا مامي، مامي جاب، مامي جاب، مامي جاب، مامي جاب، مامي جاب، مامي جاب، جول 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 جول، خلاص مبروك 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 مبروك، ألف 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 مبروك. الوحش مامي جاب يسجل الخامسة ثابتة. يا الله يبدع في المرمى ويبدع في التسجيل نادي البدع للموسم الثاني على التوالي في الدور النهائي، يحافظون على كل الأمال من أجل المحافظة على لقبهم، على ذهبهم، على درعهم، على كأسهم. نعم فرح
فرحة وسعادة كبيرة في سهرة رمضانية عنوانها قوة الشخصية للبدعاوي. البدعاوي يبدع في ليلة الامتاع والابداع. الف مبروك لنادي البدع، هارد لك لنادي معيذر. اذا نهائي كاس الدرجة الثانية 2023 الشحنية البدع يوم 29 مارس اذار الحالي باستاد سحيم بن حمد بنادي قطر. هارد لك لمعيذر، مبروك للبدع على هذه الصور. مشاهدينا متابعينا الكرام، اترك المجال للزميل يوسف الربيع لمواصلة الحديث في الاستوديو التحليلي، على امل اللقاء بكم ان شاء الله في مواعيد قادمة. انا هيكل الصغير كنت معكم معلقا وواصفا لاحداث اللقاء. الى اللقاء.